من جانبها أكدت كريستالينا جورجييفا أن صندوق النقد الدولي يثمن الشراكة مع مصر، مشددة على الدعم الكامل لمصر في جهودها لتحقيق الاستقرار والتطور الاقتصادي. أردت أن أخبر الناس من هنا من القاهرة كم تقدير صندوق النقد الدولي لهذه الشراكة، وأننا نقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرار مصر وتطورها وتنميتها الاقتصادية. لقد عرضنا لهذا الدعم في أبريل عندما اتخذنا قرار زيادة برنامجنا من 3 إلى 8 مليارات دولار، حيث أدركنا أن الظروف قد ازدادت صعوبة ليس بسبب خطأ ارتكبتموه، ولكن بسبب الظروف في المنطقة.